السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة ستوري. اليوم غادي تكون عندنا واحد الحلقة اللي متميزة وشيقة، للأحداث ديالها غادي تاخذكم لواحد الناحية، من بعد غادي تولي تاخذكم لواحد الناحية واحدة أخرى. الأحداث ديالها كما مشيتوا معها غادي تاخذكم لواحد الناحية واحدة أخرى، ما غادي تكونش عندكم التوقعات اللي غادي تمشي معاكم. وجدوا ديالكم كاس ديال اتاي ولا كاس ديال القهوة وعيشوا معنا الأحداث، جلسوا في بلاصة هادئة ولا ديروا اللي زيات وعيشوا معنا الحلقة. نبدأ الحلقة من بعد الانترو. القصة ديالي كتبدأ، أنا سميتي كامل، في عمري 24 عام، مازال كنكمل القراية ديالي في الجامعة. دابا عندي العام الثاني في الجامعة، بقي لي العام الثالث ديالي باش نتخرج. أنا عندي واحد المشكل والهاجس ديالي أنني كنبغي البنات بزاف، ولكن البنات كاع ما كيبغيو يهضروا معايا، ما نعرف علاش، يمكن انا خايب ولا شي حاجه بحال هكا. ديما كنقول للوالد ديالي انا باغي نتزوج باش نستقر، ولكن هو كيقول لي تتكمل قرايتك عاد تزوج. وللملاحظه الوالد ديالي لاباس عليه، عنده الفلوس بزاف ويمكن له يزوجني، ولكن الوالد ديالي ما باغيش يزوجني، كيقول لي تسالي قرايتك عاد تزوج. عندنا وحدين في العائله حتى هما باهم لاباس عليهم، ولكن كيزوجهم كيديروا واحد 20 عام 19 عام كيزوجهم، ودابا مستقرين وعايشين مزيان، وفي قرايتهم ديما كيتكلاصاو للواله. وانا كنقول الزواج فيه واحد الحكمه خطيره، ولكن انا يمكن ما عارفش. كملت قرايتي وكنت كنقلب على شي وحده اللي نستقر معها عاطفيا، زعما شي وحده اللي نبقى نبغيها وتهضر معايا، ومن بعد نوعدها بالزواج ونتزوجوا ان شاء الله. ولكن ما كنتش كنلقى اللي تبدلني حتى المشاعر. شحال من خطره مشيت عند شي وحده نقول لها غير السلام والله نهضر معاها، كيخليوني بلاكا وكيمشيو. من بعد كملت قرايتي وكنت لقيت واحد الخدمه جانبيه، اللي هي كنت خدام في واحد الباص نتاع واحد المدرسه اللي كنت كنمشي كنوصل البنات، حيت هاد المدرسه كانت ماشي مختلطه، كانت مدرسه غير ديال البنات. كنت كنوصلهم بنات الاعدادي وبنات الثانوي، كنوصلهم للقرايه ديالهم وكنولي نرجع. وديما كنكون ماشي وراكب في داك الباص موصلهم، كنسمع الضحكات ديالهم والهضره ديالهم. سبحان الله شي حوايج كيتيروني، ولكن عمري درت ولا هضرت مع شي وحده ولا قلت لشي وحده شي حاجه في داك الباص. مرت الايام وديما كنوصلهم وكنرجع. واحد النهار وصلتهم وجيت راجع، من بعد باش ديت هذاك الباص نحطو في هذيك البلاصه نتاع المدرسه ونولي نخرج في حالاتي، قلت عادي نراقب، حيت كنراقبوا داك الكراسي اللورانيين لا شي وحده نسات شي محفظه ديالها ولا شي حاجه، كنهزهم وكنديهم الاداره ديال المدرسه باش تكلف بهذا النوع ديال المفقودات اللي كاين. وانا كنحل الباب اللوراني نتاع الباص وكنتصدم، كتبان لي واحد الورقه محطوطه فوق واحد الكرسي. ومني مشيت لقيت واحد الورقه مكتوب فيها كمال كتعجبني بزاف، لا بغيتي نهضروا ها هي النمره ديالي، اتصل بيا في الليل. مشيت للدار ديك النهار وانا فرحان بزاف، دخلت للبيت سديت عليا الباب وتسنيت حتى ل 9 ديال الليل. صونيت على ديك النمره المره الاولى، المره الثانيه انا كنصوني وهو يقطع، وهو يجيني واحد الميساج قالت لي سمح لي ما نقدش نهضر معك دابا، ولكن نقدروا نهضروا ميساجات. بقينا كنهضروا ميساجات عن طريق تطبيق الواتس، بقينا كنترسلوا ميساجات، كنهضر معاها كنتعرف عليها وكتعرف عليا اكثر. صراحه نسجمنا في الهضره وقلت لها يمكننا نهضروا صوت، قالت لي لا ماشي دابا من بعد. داز النهار الاول، النهار الثاني، السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه، عاد باش حاولت نقنعها، واول مره كان الاتصال بيناتنا. عيطت لها وكنسمع صوتها اول خطره، واحد الاحساس وواحد الفرحه اللي حسيت بهم لاول مره. عرفتي شنو هي تسمع شي صوت نتاع شي بنت وكنت كنخرج منها الهضره بالسيف؟ يمكن هذا الاحساس كنكون كنحس به غير انا بوحدي، يمكن نتوما حيت مولفين بالهضره فايت لكم حاسين هذا الاحساس هذا. ورغم هاد المده اللي هضرنا فيها انا وياها، سواء هضرنا ابل سمعت صوتها وكنا كنهضروا ميساجات، بالرغم من هادشي كامل عمري شت صورتها ولا عرفت شكون هي هاد المعجبه السريه اللي كتركب معايا في الباص. واحد النهار كنت كنهضر معاها وشويه كنسمع الغوات، البنت كتغوت بحال شي واحد داخل كيغوت. شويه كنسمع في التليفون الو الو شكون انت، جاوب هذاك الحمار، جاوب هضر شكون انت. وانا صافي سكت، شدتني واحد الخلعه، شديت داك التليفون طفيتو وجبت الشريحه وهرستها. الحمد لله كنت واخد واحد الشريحه غير من الزنقه، يعني حتى لمشى قلب عليا ولا بغى يعرف شكون انا ما عاد يعرفني شكون انا، حيت هذيك الشريحه واخده غير من الزنقه كما قلت لكم. صافي طلع لي واحد الدم وتخلعت بزاف، لغد ليه مشيت وشريت واحد الشريحه اخرى وركبتها في التليفون،
ومشيت لخدمتي كالعادة. كنركب في الباص كنوصل التلامذ كاملين، ولكن واحد تلميذة كيقولوا لي أنها ناقصة. من بعد حاولت نتصل بديك النمرة، وكنتصل مرة الأولى مرة الثانية والو، ولكن عرفت أن ديك التلميذة اللي ناقصة هي هذيك اللي كنت كنهضر معاها. وجاتني الأخبار من عند ناس وحدين أخرين أن هذيك التلميذة اللي نقصات الأهل ديالها فصلوها من الدراسة. الله أكبر، شنو كديرها كمال؟ بهاد الهضرة ديالك وهاد الشي خرجتي على وحدة وما بقاتش قادة تقرا بسبابك. هاد الوضع ديالي مشى لواحد البلاصة وحدة أخرى، وتأزمت صراحة وقلت أنا هو اللي درت المشكل لهاد البنت، وبحال هاد الشي كنحس أنه ذنب درته في حياتي. قررت أنني نتخلى على ديك الخدمة اللي خدام فيها، مشيت حطيت الاستقالة ديالي وما بقيتش خدام في هذاك الباص ديال هذيك المدرسة. مشيت جالس للدار وتفرغت غير للوالد، لكن باغي شي حاجة كنمشي نجيبها معاه، ولا كنمشي للخدمة ديالو كنعاونو فيها. واحد النهار الوالد ديالي كان قال لي أنا معزوم لواحد العزومة، معزومين عند الحاج علي. هاد الحاج علي هو واحد الشخص لاباس عليه. الوالد جا قال لي حنا معزومين عند الحاج علي، خاصك تمشي معايا عند الحاج علي، وانا عندي غير ولدي واحد اللي هو كمال، خاصك تمشي حيت انا كنفتخر بيك وخاصك تبان قدام الناس. قلت له الوليد انا ما عندي ما نمشي ندير معاك، انت غادي تمشي راجل كبير وغادي تجلس معاه، شنو انا ندير معاك؟ قال لي الحاج علي واش ما كتعرفوش؟ قلت له شكون هو هذا الحاج علي بالضبط؟ قال لي الحاج علي اللي كان عنده ولدو سميتو ياسين اللي مات في واحد الحادثه نتاع السير. قلت له عرفته. قلت له كان بعدا ولدو ياسين حي غادي نمشي نقد نجلس مع ولدو، ولكن دابا نتوما غادي تمشيو رجال كبار كتجلسوا كتبقاو تشربوا القهوه كتهضروا على الغنم والبقر، انا ما عنديش مع داك الشيء، غادي نمشي معاك غادي نجلس بحال اللي جلس في البرنامج ديال امودو. صافي الوالد قال لي شوف اتمشي معايا، هي غادي تمشي معايا. صافي ما كان عندي ما ندير، قلت له واخا نمشي معاك. هي هذيك ركبنا في الطوموبيل ومشينا عند الحاج علي. وصلنا لواحد المزرعه تبارك الله كبيره، ودخلنا جلسنا في واحد البلاصه ورحب بينا. حطنا الخدام ديالو جاب لنا القهوه وجاب لنا اتاي وجاب لنا المكسرات، حطنا اش منك يا لوز اش منك يا قرقاع اش منك يا بيستاج، المهم المكسرات الانواع والاشكال. وحطنا تماك وجاب لنا المسمن والبطبوط الرغايف، مهم صراحه كبر بينا وبزاف. جلسنا تماك وانا صافي مشى داك الخدام ديالو، وليت انا اللي كنكب لهم القهوه اتاي، وبداو في ديك الهضره ديالهم اللي قلت لكم، الهضرات نتاع الناس الكبار ما بيناتهم. انا واحد الحاجه اللي فيا خايبه هي انني مبلي كنكمي مره نط، ومشيت كنكمي بعيد عليهم، وبديت كنتمشى وكنشوف ديك المزرعه. صراحه واحد المزرعه اللي عامره، فيها الغنم فيها الابقار فيها الخيول فيها المغروسات، هاش منك يشجر نتاع الديسير، هاش منك يخضره في الارض، تبارك الله داكشي بزاف، ربي يبارك له ويرزقه. وانا ماشي كيبان ليا واحد البيت، هذاك البيت في شي شكل جاي في التالي المزرعه بحال لي واحد البيت مهجور. قربت منه وكنبدا نسمع هاد الصوت بحال شي بنت جالسه كتبكي. كنقرب شي شويه والصوت كيجهاد، درت مور داك البيت باش نسمع الصوت كثار، كنسمع الصوت كثار، كنبغي نطلع فوق السور باش نطل، وكيجي واحد هاي شنو كدير تما؟ ما كندير والو. شكون انت؟ انا كمال معرض عند الحاج علي، راه هو اللي عارضنا، وكنت كنتسالى هنا وسمعت بحال شي صوت نتاع شي بنت كتبكي. اش من الصوت كتبكي؟ راه الدراري بحالك الزوينين الجنون كيديروا لهم هاد الصوت، هما كيقربوا من هاد الصوت وهما كيخطفوهم الجنون. اش من الجنون اللي كيخطفوا الدراري الزوينين؟ واش انا كنبان لك زوين؟ شوف راه هذاك غير شي خدام يمكن راه تماك، راه اللي كان طالق شي تلفازه وانت سمعتي الصوت بحال هكاك كيصحابت لك شي بنت كتبكي، راه ما كاين لا بنت ولا والو. سير وانا دابا نشوف شنو كاين تماك، سير نتايا وخليني انا اللي هو اللي عسس انايا. قلت له واخا، درت زعما راسي ماشي وتخبعت مور الشجر وكنشوفو جبد التليفون وبدا يهضر. الو الحاج علي، هذوك الناس اللي كانوا معروضين عندك داك الهون ديالو راه لقيتو كيدور على داك البيت، وكون خليتو شاف كون فتح السر ديالنا. الله اكبر، اين سر هذا؟ مني سمعت ديك الهضره صافي كملت طريقي بجهتهم وقلت خاصني نعرف هاد السر ديال هاد البيت هذا. صافي مشيت وجلست حدا الحاج علي وحدا الوليد بحال اللي ما داير والو. رجعت وجلست كمل الضيافه ديالنا وصافي ندنا وجينا غاديين بالطوموبيل. وحنا غاديين في الرجعه بديت كنهضر مع الوالد ديالي، كنقول له تبارك الله هاد الحاج علي عنده بزاف ديال الخير، دابا مني غادي يموت هذا لمن غادي يخلي هاد الخير كامل؟
قال لي ما نعرف عنده واحد مراته وحده. قلت له وهذاك ولده اللي كان سميتو ياسين مات بشي حادثه نتاع الطوموبيل؟ قال لي اه مات. قلت له واش عنده شي بنت ولا؟ قال لي عنده واحد بنته كيهضر عليها اللي سميتها رغد، ولكن ما عمري ما شفتها ولا سمعت عليها شي حاجه. قلت له فين هي ساكنه؟ قال لي كتسول بزاف ياك ما بغيتي تتزوج بها. لا انا ما كنفكرش كاع في الزواج، واش كاينه شي واحد تزوج بيا؟ كنقول له اصلا لا مشيت نطلبها من عنده هو لاباس عليه كاع ما يعطيها لي. قال لي ايوا ما نعرف، لا كنتي باغي هو صاحبي ونقدو نقولوها له. قلت له لا ما عندنا ما نديرو بهذا الشيء كامل. صافي وصلتو للدار وقلت له شوف الوليد واش باغي شي حاجه اخرى نديرها؟ قال لي لا. قلت له ممكن ناخذ الطوموبيل، عندي واحد صاحبي كنسالو واحد الفلوس وباغي نمشي نجيبها. قال لي صافي لا بغيتي هز الطوموبيل هزها. صافي وصلت للوليد وهزيت الطوموبيل ووليت نيشان حتى المزرعه. حتى الطوموبيل بعيد على المزرعه شي شويه وهبطت على رجلي وبديت كنقرب. نقصت على السور وقصدت داك البيت المهجور تماك، وانا ندخل وانا نطلع فوق السور وانا نطل كيبان لي الحاج علي واقف وواحد العامله اسيويه، واحد البنت مربوطه بواحد السنسله ديال الحديد من رجليها ودقين السنسله في الحيط مربوطه بواحد الفيسات. هذيك البنت كيحطوا لها الماكله وقال لها كولي، هي كتقول له با سامحني سامحني ابا ارحمني ما دير ليش بحال هكا. هو كيقول لها كولي الا بغيتي تاكلي، ما بغيتيش تاكلي راه مني عادي تموتي بالجوع، غادي نصيفطوك نيشان للقبر باش يتحيد العار ديالك. كتقول له ارحمني ابا انا ما درت والو. صافي بقاو هكاك، انا شي ربع ساعه وانا كنشوف هذا المنظر بحال هكا، وانا راجع هبط من السور واحد اليد كبيره كتشدني من اللور كيقول لي فيك التقزقيزه وليتي جيتي عاوتاني. الله اكبر، شدني داك العساس وهو يعيط للحاج علي، والحاج علي يخرج قال لي شنو جابك انت يا لهنا؟ قلت له والو والو انا غير جيت لهنا. قال لي مشيتي انت وباك؟ قلت له اه مشيت انا وبا، ولكن انا سمعت انه كاين واحد السر هنايا وجيت باغي نشوفه. هو الحاج علي يقول للعساس رخيه يلا معايا كمال، هو يديني لديك البلاصه فين كنت جالس انا وبا والحاج علي. جلسنا تماك وقلت هاد النهار عادي يصفيوها ليا وعادي يقتلوني. مني مشيت معاه جلست معاه قال لي شنو شفتي تماك؟ قلت له شوف انا يا عارفك ان هذيك بنتك وربطها تماك وقالت كتعذب فيها، علاش شنو دارت هي؟ قال لي هذيك الصراحه بنتي. قلت له علاش درتي لها بحال هكاك؟ علاش خدام كتعذب فيها وداير لها بحال هكاك؟ قال لي انا عاود لك الصراحه، انا بنتي هذه واحد الشهوره كانت كتقرا، وسبحان الله مني مات خوها ياسين كنت نفششها ومدلعها واحد الدلع بزاف، كانت اي حاجه بغاتها كنشريها ليها وديما موفر ليها الادوات الجديده حوايج جداد في القرايه ديالها، وباغيها تكمل القرايه ديالها هنايا ونيشان صيفطها تقرا على برا. ولكن واحد النهار وهي جالسه ندخل عليها في البيت وانا نلقاها كتهضر مع شي واحد، ومني خديت لها التليفون وبقيت كنهضر وكنقول له الو الو جاوب هذاك الحمار، هضر هذاك الحمار ما بغاش يجاوب ما بغى يقول لي حتى كلمه. الله اكبر، يمكن هذه هي نفسها ديك البنت اللي كنت كنهضر معاها. سبحان الله الدنيا كدور، شوف فين هضرت معاها وصدقت هاد البنت هي بنت الحاج علي. وانا سارح في هاد الافكار ديالي والحاج علي قال لي شتي دابا البنات فين وصلوا؟ قلت له شوف عمي انا عندي لك واحد الاقتراح. قال لي شنو هو؟ قلت له شوف يمكن لي انا نتزوج بها وهكا نكون انا سترتها. قال لي واش كضحك؟ قلت له لا كنهضر بالصح، انا يمكن لي نتزوج بها وهكا نسترها. قال لي عاود شنو قلتي؟ قلت له نقد انا نتزوج بها وهكا غادي تكون كفرات على الغلط ديالها. قال لي لا بغيتي وانا غادي نعاونكم في العرس ديالكم ونخلص لك المصاريف كاملين. قال لي وكيقول لي باك انك كنت خدام شي خدمه وسمحتي فيها. قلت له قال لي لا بغيتي غادي نخدمك عندي وهكا غادي تكون خدام وهكا تحفظ لي بنتي. قلت له واخا. قال لي واخا. صراحه خرجت وانا طاير من الفرحه، علاش؟ حيت البنت اللي كنت كنهضر معاها غادي نقد نكفر على الذنب ديالي وغادي نتزوج بها، وهكا الزواج يطيح عليا باطل، وخدمه اللي كنت كنقلب عليها غنخدم مع الحاج علي اللي هو غادي يولي نسيبي. صراحه شي حاجه واعره بزاف. صافي دازت واحد المده مشيت عند الوليد قلت له حقا ما حقا غادي نمشيو نخطبوا بنت الحاج علي،
قال لي لا بغيتي اها، ولكن مو حاسس واش يقبل علينا حنايا. اه من عائله لاباس علينا، ولكن هو عنده الارض والفيرمات وداك الشيء راكم عارفين، عنده الخير تبارك الله. ولكن الوالد قلت له غير تاكل على الله ويلا نمشيو، الا كان فيها الخير راه لينا، ما كانش فيها الخير صافي نرجعوا في حالاتنا. مني مشى معايا الوالد غير هضر معاه، قال له اه انا موافق. الوالد تصدم وفرح بزاف، قال صافي اتزوج شكون؟ بنت صاحبي، اللي هي واحد الحاجه مزيانه اننا صحاب مش حال هادي وعادي نوليو عائلات. صافي تزوج ديك البنت اللي قلت لكم سميتها رغد، وصراحه واخا تزوجت بها عمري ما قلت لها انا هو اللي كنت كنهضر معاك مش حال هادي. راكم عارفين كنا كنهضروا شحال هادي وهي كتحس انها درت واحد الذنب، وانا ما باغيش نقول لها انا هو مول داك الفعل اللي درت لك بحال هكاك. وعشنا هانيين مده 3 سنين ولدنا واحد الوليد. واحد النهار كنت في الخدمه وجاي في الليل كتصوني عليا واحد النمره. هاد النمره غريبه صراحه ما عمري ما شفتها في التليفون. شويه كنجاوب الو الو السلام عليكم. اه هذا الصوت ديال البنت. وعليكم السلام، شكون انتي؟ كمال ما عرفتينيش. لا ما عرفتكش، شكون انتي؟ انا هي ديك البنت اللي كنت كنهضر معاك في التليفون شحال هادي. واش نسيتيني؟ غير با هو اللي دخل علينا ديك النهار وكان معصب، هذاك الشيء علاش تقطع الاتصال بيناتنا. واش عقلتي عليا؟ الله اكبر، شدتني انا الصدمه صراحه. لا كانت هاد البنت هي اللي كانت كتهضر معايا شحال هادي، هذيك اللي تزوجت شكون هي؟ سبحان الله. اه هذا الصوت ديالها بصح، الصوت ديال ديك البنت اللي كنت كنهضر معاها، يعني بنت الحاج علي عامن كانت كتهضر. قطعت لي السهيان ديالي والافكار ديالي، قالت لي كمال واش عقلتي عليا؟ قلت لها اه عقلت عليك، ولكن سمحي لي دابا انا مزوج ما يمكن ليش نهضر معاك. قالت لي صراحة أنا كنبغيك وباقا كنبغيك، ولكن لكنتي تزوجتي الله يسهل عليك. صافي قطعت التليفون ومشيت بحالاتها. مشيت للدار وانا ساهي، طريق كتديني وطريق كتجيبني، وكنقول لكانت هادي هي البنت اللي كنت كنهضر معها، بنت الحاج علي مع من كانت كتهضر. سبحان الله، لدرتي شي غلطة عادي تدور الأيام عادي تولي التانتة وتسقم داك الكاس المر اللي سقيتي به شي واحد آخر. سبحان الله، ربي كيجازيك بنفس الحاجه اللي درتيها نتايا. سبحان الله، انا هضرت مع وحده وسالت العلاقه اللي بيناتنا، ودابا انا مزوج وحده كانت كتهضر مع واحد وتسالت العلاقه اللي بيناتهم. هذه هي القصه اللي كانت عندنا هذا النهار، نتمنى تكون عجباتكم. اذا عجباتكم ديروا جيم وديروا تعليق، كتبوا فيه ارائكم على هذه القصه هذه، وشنو النصيحه اللي تقدروا تعطيوا لهذا الراجل، واشتركوا في القناه لكنتم مازال ما مشتركين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.